السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ وحشني. تخيل واحد صيني بيكلم صديق ليه وبيكلمه لايف، والتاني بيرد عليه وثانية في ثانية: طب انت عامل ايه؟ اخبارك؟ طب ما جيتش ليه النهاردة؟ طب عايزين نبقى نشوفك. وهما بيتكلموا كده، راح قايل له: انا عايز تحول لي فلوس كده سلف، مزنوق في قرشين، عنده مشكلة. فقال له: ماشي. ده بيكلمه فيديو، حول له الفلوس، وبعد كام يوم بيقابله بيقول: المشكلة اتحلت. قال له: مشكلة ايه؟ حول له كام؟ 633 ألف دولار، يعني ملايين الين الصيني. قال له: مفيش. أنا فطلع يعني كان خدعة، تمام، وديب فيك، إن هو قدر يزيف فيديو لصديق ليه لايف، كل ما التاني بيقول كلمة يكتب له أو يقولها بالصوت، تاني يغير الصوت ويغير الفيديو، والوجه يتحرك بنفس الكلام اللي الصوت بيتعمل. الراجل ما شكش لحظه ان ده مش صاحبه او ان ده كمبيوتر. الموضوع خطير جدا. يعني انا كذا مره حد مثلا يكتب لي على الماسنجر او الواتس: انا عايز فلوس، فاتصل بيه صوت، اقول له: كلمني صوت، او ابعت لي رساله صوتيه بصوتك عشان اتاكد ان انت. فما بالك بقى ايه يقول لك: إيه؟ لا يا عم، انا مش صوت، ده انا هكلمك فيديو كمان، صوت وصوره. فيكلمك وفي الاخر تكتشف ان ده تزييف، ده بيكلمك من حسابه الشخصي على الزوم مثلا، وانت شايفه فيديو. ولو قلت له مثلا: ايه، طب اثبت لي ان انت شخص حقيقي بان انت مثلا تغمز بعينيك، يغمز، يعني حرك ايديك، حرك. طب اعمل ايه تاني عشان اتاكد ان هو، يعني اعمل بيه؟ لازم اتصل بيه بالتليفون. حاجه خطيره، يعني يا ريت نخلي بالنا، لان الموضوع ده بدا يتكرر كتير جدا، وتم تسجيل اكتر من مره، وفي حاجات فيهم نفعت فعلا نصب، وفي حاجات اتمسكت. واحده لقيت ابنها بيتصل بيها صوت وبيقول لها: لو سمحت انا محتاج فلوس مصدوق وكذا وكذا وكذا. فراحت البنك عشان تسحب المبلغ، كان مبلغ كبير. فرئيس البنك قال: لا، استني نتاكد. ولما اتصلوا بالشرطه كده اكتشفوا ان دي مكالمه زائفه. خلي بالك.